رح نروح لأولى محطاتنا لليوم وهي المساحة الصحية، وكتير من الأطفال ممكن يكونوا معرضين لارتفاع درجات الحرارة، وهي الحرارة ممكن يكون لها كتير مؤشرات، وممكن كمان إهمال هذا الموضوع يأثر بشكل كبير ويعمل مثل ما بيقولوا مضاعفات، أو ممكن يعمل أشياء أخطر من ارتفاع الحرارة. أكيد سلمى، والموضوع بيكون مخيف خاصة عند الأطفال، ارتفاع الحرارة المتكرر أو ما يسمى بحمى البحر المتوسط أسبابها، طرق العلاج والوقاية منها وعدم إهمالها، لأنه أحيانا بيقول لك أنه بعطيه يمكن خاف الحرارة الطفل بيمشي الحال، لا، في آثار أخرى جانبية بتأثر على صحة الطفل. نتعرف عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور بشير خليل، اختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير لكم وصباح الخير لجميع المشاهدين على أخبارية سوريا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية خلينا نسأل، ما هي حمى البحر الأبيض المتوسط مثل ما بيسموها، ومتى يصاب بها الطفل؟ حقيقة الاسم الأفضل هي حمى بحر الأبيض المتوسط العائلي. حمى بحر الأبيض المتوسط العائلي تندرج تحت عنوان الحمى الدورية مع مجموعة من الأمراض أو الحميات الدورية التي تجمعها مجموعة من الصفات خاصة الحرارة والدورية. إذا موضوع الحرارة إجباري بجميع هذه الحميات التي تصل حتى 10 أمراض تقريبا كل سنة من السنوات بيطلع حمى دورية جديدة. إذا الحرارة والدورية بالأعراض تتردد بشكل غير مستمر بين النواب. إذا في عنا عدد أيام محددة لظهور الحرارة وتزول بين هذه النواب اللي تعاود بعد فترة أخرى. الحرارة والدورية صفتين أساسيتين تجمع الحميات الدورية، اسمها الحمى بحر الأبيض المتوسط العائلي. إذا الحرارة بحر الأبيض المتوسط لأنها تصيب مجموعة من السكان والأعراق، من على 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 رأس هذه الشعوب اليهود، الأتراك، الأرمن والعرب، عرب شمال أفريقيا بشكل خاص، بالإضافة إلى اليونان والإيطاليين ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. عائلي لأن تصاب عدة أشخاص بالعائلة، قد يكون الطفل المصاب هو أول طفل، لكن بالبحث ممكن إيجاد أحد أفراد العائلة مصاب لأنه سببه هو جيني وراثي، حدوث طفرات على الجين الخاص بحمى البحر الأبيض المتوسط. إذا تتطلب وجود طفرة من الأب وطفرة من الأب بالأم بشكل مبسط ليحدث المرض، لأنه وراثته هو جسدية متنحية، لكن حقيقة المرض هو أعقد من هيك من ناحية الوراثي، لأنه تتداخل عوامل متعددة لإحداث المرض، من العوامل البيئية، من العوامل غير البيئية، من عوامل الشدة النفسية مثلا ممكن أنه يتظاهر المرض. لذلك أحيانا منلاقي حتى الفحص الجيني عند بعض الأطفال أو الأشخاص غير موجود أو سلبي أو وجود طفرة واحدة، إذن تفسيرها أصعب من أنه يكون جسدية متنحية. طيب خلينا نحكي شوي دكتور الأسباب، يعني عم تحكي إلى علاقة بأسباب وراثية بشكل دائم ولا إلى أسباب أخرى؟ إذا بدنا نحكي نفصل أكثر عن أسباب هي الحمى عائلية فقط. عائلية وراثية جينية. يعني هناك طفرات على الجين الخاص اللي مكتشف تقريبا من عام 97، حديث لحد 25 سنة مو أكثر من هيك، طفرات تحدث على هذا الجين لإحداث المرض. حرارة ما سبب من خلال يعني لما حلل للطفل كيف بتبين أنه السبب الأساسي؟ قصدك مخبريا او هذا بالتحاليل المخبريه. هلا بنحكي شوي ثاني يمكن عن طريقه التشخيص والاعراض. هلا الاسباب قلنا نحن سبب لازم يكون عنده الطفل استعداد جيني او وراثي من الاهل مهيئ، وفي عوامل بيئيه وعوامل اخرى مثل الشدات النفسيه او الانتانات يمكن ان تحرض الظهور. الحراره الناتجه عن حمى البحر الابيض المتوسط هي ناتجه عن اضطراب جيني. هالجين مسؤول عن تكوين بروتين، البروتين هو المسؤول عن تفعيل الالتهاب بالجسم، بيضبط الالتهاب بالجسم. لما بيكون في طفرات او شذوذ بهذا البروتين فبيكون الالتهاب غير مضبوط وبتظهر الحراره بشكل نوبي عند هذا الطفل. طيب دكتور، هلا بنعرف انه في كثير حاليا صار من انواع التحاليل الاستقصائيه لاستكشاف الامراض عند الاطفال من عمر مبكره، وصرنا نسمع ايضا التحاليل الجينيه صار موجود نوع من انواع التحاليل الجينيه اللي بتنعمل، هل ممكن من خلال الكشف ام ان التحاليل المخبريه العاديه هي لوحدها بتكشف الموضوع؟
هلا التحاليل يمكن لازم نحكي شوي عن الاعراض لانه بحم البحر الابيض المتوسط لنفسر انه مو بس الحراره طبعا مو بس الحراره هي العرض الاساسي ومو الدوريه بس لكن هي صفتين اساسيتين انه الحراره المتردده فالحراره ميزتها تقريبا بتجي 12 ل 72 ساعه بدون ما يكون في اعراض او اسباب اخرى انتانيه ان كان تنفسي او اسهالات او التهاب لوزات او غيره اذا الحراره مدتها قصيره نوعا ما 12 ل 72 ساعه قد تكون اقل او تكسر بحالات استثنائية. هالحرارة مترددة إلى دورية خاصة عند تختلف من طفل لطفل وتختلف عند نفس الطفل بين نوبة وأخرى قد تكون الفاصل بين أسبوع أسبوعين شهر شهرين في ناس بتجيها مرة واحدة بالسنة لكن بأغلب الأحيان إلى دورية خاصة أسبوعين ثلاث أسابيع لشهر وتتكرر. الأعراض المرافقة هي إصابة المناطق اللي نسميها الأغشية الزليلة أو المصليات يعني الغشاء المحيط بالرئتين الغشاء المحيط موجود بالبطن وموجود بالمفاصل وحول القلب فإصابة هالمناطق هي بتعطي آلام بطنية الألم البطني هي من الأعراض المهمة الثالثة بعد الحرارة ودوريتها الألم بطني شديد قد يكون موضع وقد يكون معمم واحيانا يقلد التهاب زائد الدودي وكثير من الاطفال والاشخاص اضطروا لاجراء عمل جراحي التهاب زائد الدودي وبالنهايه تبين انه لا هو حمى بحر المتوسط الدرجه الثانيه بتيجي الالام الصدريه وضيق النفس لانه الغشاء المحيط بالرئتين بينصاب وبالتالي بتعطي الام مهمه بالاضافه للتامور او الغشاء المحيط بالقلب تعطي الام صدريه بسيطه للغشاء الموجود او الغشاء الزليل الموجود بالمفاصل تعطي احيانا الام مفصليه او التهاب فاصل إضافة أخيرا لإصابة الجلد بشكل خاص بتعطي في طفح خاص مميز لها نادر لكن موجود اللي بنسميه الطفح الشبيه بالحمرة اللي بيشبه التهاب النسيج الخلوي ممكن يصيب عند الذكور كيس الصفن بيعطي آلام معينة فأكثر الأعراض هي الحرارة الألم البطني الألم الصدري الألم المفصلي أو التهاب مفاصل بالإضافة للطفح الجلدي ودورية الأعراض والحرارة بقية الأمراض بالحميات الدورية قد تختلف بهي الصفات الحرارة موجودة لكن مدتها ممكن أن تكون أطول أو أقصر فواصل بالنوب ممكن تكون أقصر أو أطول بالإضافة لأعراض مميزة لكل نوع من أنواع هذه الحميات الدورية ننتقل يمكن للسؤال اللي بعده بقى للتحليل الجيني نحن مثل ما قلنا أنه هي في طبعا تحاليل نوعية خاصة بحمى البحر الأبيض المتوسط ما في لكن نستفيد من إجراء التحاليل لنفي الأمراض الأخرى في شيء اسمه مثلا الكريات البيض ممكن ترتفع اثناء النوبه واحيانا ببعض الانماط بين النوب ممكن المشعرات الالتهابيه مثل السي ار بي وسرعه التسفل تكون مرتفعه والفيبرونوجين احيانا تكون مرتفعه في شيء بنسميه البروتين الاميلويدي هذا ممكن يرتفع بالمرحله الحاده وبمرحله الهجمه بشكل خاص لكن نوعي تماما ما في لحمى البحر المتوسط ممكن نعمل فحص بول لما في انتان بولي او التهاب حويضه كليه نعمل صوره صدر لانه في مثلا زاتريا اذا بتفيد لكن ما نوعيه بالنسبه للتحليل الجيني اللي قلتي حضرتك نحن قلنا انه جسديه متناحيه اذا منطقيا من المفروض ان يكون في طفره من الاب وطفره من الاب لحتى يجتمعوا ويشكلوا المرض لكن حقيقه الطفرات الممرضه هي تصل ل 50 طفره تقريبا ونحن بالتحاليل المخبريه ما بنعمل شيء عدد محدد يصل الى اقل من النصف لذلك قد تسقط من التحاليل غير موجوده هي ناحيه ناحيه اخرى قد يكون طفره واحده تظهر اعراض المرض والسبب انه في عوامل بيئيه في عوامل شده في عندنا شيء اسمه نفوذيه الطفره كمان قد تكون موجوده في اطفال ما عندهم الطفرات نهائيا بالتحليل الجيني وعندهم المرض وتبين لاحقا لحد هلا مشكوك انه يكون في طفرات ثانيه غير مكتشفه لذلك يطلع التحليل سلبي او انه حتى الجين نفسه المسؤول عن المرض يوجد واحد اخر بمكان مختلف غير مكتشف حتى الان لذلك التفسير في صعوبة من ناحية جينية يفيدنا إذا كان إيجابي يعني متماثل الأمشاج هون بيقلنا أنه فيه المرض لكن ما نتسرع ما هو من ضمن معايير المرض التحليل الجيني قد يأتينا شخص أنه شوف لي التحليل أنه إيجابي قالوا لي في طفرة واحدة التحليل لا يثبت التشخيص هو داعم للمجموعة الأعراض السريرية لحتى نبني عليها التشخيص طيب دكتور خلينا نحكي هل تعد مثلا فينا نقول حمى البحر الأبيض المتوسط خطيرة ولا هو النوبات تكرارها هي بتؤدي لخطر على صحة الطفل مشان ما نخوف الناس يعني نعطيهم بشكل موسع هلا مثلا ما كثير الناس بتعرفها وعندها معلومات واسعة وممكن يكون مثل ما قلت فكروها حمى عادية لا هي تكون أساسا حمى البحر المتوسط هي مرض مو معدي ما بيصيب جميع الأطفال يصيب فيها معين من الأطفال اللي عندهم هي الطفرات المرض ما هو خطير إذا هي طفرة شخص تأذي كل الطفل
مثلا بيقول لك طفل من 10 ولا ما في نسبه محدده؟ الاحصائيات عندنا موجوده ما في ببلدنا، لكن يقال بمنطقه اللي هالشعوب المصابه مقارنه مع الشعوب اللي ما عندها الطفرات 1 على 3 و1 على 5. يعني بدل انه كل شخص يعني عندنا زياده 5 أضعاف عن المناطق الاخرى اللي ما عندهم هي الطفرات. لخطورة المرض إذا كان تشخص بشكل جيد وتعالج وأخذ الدواء بشكل ملتزم ودائم ما في خطورة، تقريبا معدومة. لكن العلاج مدى الحياة، هلا بنحكي عن العلاج، خطورة المرض هو بإصابته بالداء النشواني، البروتين الناتج عن الالتهاب بيتوضع بأعضاء معينة من الجسم ومن الخصيتين ومن الكليتين ومن المبايض كمان والطحال ومناطق أخرى من الجسم، مناطق أخرى مختلفة بتوضع، بنسميه الداء النشواني، وبشكل خاص الكليتين بيؤدي إلى القصور الكلوي. في حال عدم معالجة المرض بشكل جيد ممكن أنه أو إهماله أو عدم مطاوعة المريض وتناوله للدواء ممكن يؤدي بالنهاية للقصور الكلوي. في عنا حالات نادرة للأسف بسبب الإهمال وسوء التشخيص أنه وصلت بتشخيص نهائي قصور كلوي أو داء نشواني. تمام. فهون خطورته تكمن في هذه من 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 هذا الامر، من الاصابه بشكل اساسي القصور الكلوي. طيب دكتور، ما دام هيك معناته نحن عم نحكي عن مرض مزمن. تمام. وهو بده يصير مثل صديقه للانسان فينا نقول، فبده يتعايش معه مدى الحياه. خلينا نحكي عن هذا العلاج المستمر لفتره طويله، واهم المضاعفات اللي ممكن ينصاب فيها الشخص، وهل له اعراض جانبيه ايضا؟ يعني الدواء هل له اعراض جانبيه ام لا؟ تعايش ما انه ما في اعراض، ان نحن المرض بين النوب ما في اعراض، اذا اخذنا الدواء في نسبه كثير من المرضى اللي استجابتهم رائعه جدا، في استجابه تامه 75%، اذا ما كانه عنده مرض بس عم ياخذ هالحبه الدواء بشكل يومي. ما في اعراض معاناه يوميه، لا يظهر عليه نهائيا اي اعراض اذا ظاهرة، إذا كنا منتظمين أنه بينضبط في نسبة قليلة جدا قد لا تستجيب على 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 الكولشيسين اللي هو العلاج الأساسي. ممكن أنه تعطى علاجات بيولوجية نادرة صراحة بلدنا، يعني من نادر معنى العلاج الأساسي يمكن سألتيني عنه هو الكولشيسين، اللي يعني وين انخلق الداء؟ انخلق الدواء بمنطقة حوض البحر المتوسط النبتي اللي استخرجوا منها الكولشيسين، هي اسمها اللحلح أو الكولشيكوم الأجنبي، ورد كتير حلو بتبدأ بالمناطق المرتفعات باللاذقية وطرطوس وهالمناطق هنيك، فاستخرجوا منا الكولشيسين طبعا بمناطق حوض البحر الأبيض المتوسط. العلاج هو يومي ومدى الحياة، يعني لا يمكن أنه نقول أنه ناخده لفترة معينة وخلص خالصين، وخاصة إذا في طفرات معينة، في شدة معينة للأمراض، لأنه مثل ما قلنا بتختلف من مريض لمريض، تختلف من طفرة لطفرة، في تظاهرات سريرية متعلقة بنوع الطفرة. ناخذ علاج بشكل جيد، من نعيش حياة طبيعية بدون اختلاطات إذا كان التشخيص باكر وملتزمين بالدواء. طبعا الجرعة تختلف من شخص لآخر، تعتمد على العمر أكثر من الوزن، ممكن طفل بالبداية ياخذ جرعة من الدواء أكثر من واحد كبير، مع التقدم يذكر أنه قد تكون هناك في تحسن بالأعراض، لكن المرض ما هو التهاب لوزات أو رشح عادي أنه بيزول نهائيا. إيقاف الدواء يمكن بنسأل عنه كثير، ما في شيء اسمه إيقاف الدواء حتى الآن، قررنا المرض هو حمى بحر متوسط، إذا العلاج دائم ومدى الحياة. لكن في دراسات عم تقول أنه في بعض الأنماط المعينة إذا العلاج استمر 5 سنوات بدون أي نوب أي أعراض ممكن نخفض الجرعة. أما إيقاف حتى الآن ما في شيء، ممكن دراسات لاحقة تجينا ببعض الأنماط مثلا ممكن أنه نعطي الدواء لفترة معينة. حتى الآن نحن نحكي عن دواء دكتور هو لازم يكون مدى الحياة، إله أثار جانبية، هل أثبت إله أثار ولا إله أثار خفيفة ولا تختلف بجرعة الدواء؟ تمام. هلا في كثير أسئلة بتنسأل حول الكولشيسين وتأثيراته الجانبية، ما في دواء سليم 100% من ناحية التأثيرات الجانبية. الكولشيسين خاصة عند الأطفال، هي فكرة كثير مهمة، تحملوا أحسن من عند الكبار بشكل عام. هلا ممكن بعض التأثيرات الهضمية، الآلام الهضمية، المغص، أحيانا الإسهالات إذا خفيفة بتزول بشكل تلقائي. الإسهالات أحيانا ممكن يعمل شيء نسميه عدم تحمل للاكتوز اللي سكر موجود بالحليب، فإذا صار إسهال ممكن نوقفه لفترة مؤقتة وإعادة المعالجة، هي شيء بسيط. في بعض الأخطاء العلاجية متبعة كانت سابقا أنه أثناء الهجمة نعطي جرعات عالية من الكولشيسين، ما عاد متبعة، هون ممكن يصير من شيء بنسميه تثبط نقوي، يعني بتنقص الكريات البيض، بنقص تعداد، بنقص صفيحات ما شفناها، ما عم نشوفها لانه صار طريقه علاج مضبوطه، اذا اعراض خفيفه. نسال احيانا عن موضوع
الكولشيسين اثناء الحمل والكولشيسين وتاثيره على الخصوبي مهمين جدا جدا. كل الدراسات اللي جمعوها سابقا وحاليا تذكر انه ما في تاثير سلبي للكولشيسين، هي اللي بنقدر تاثير سلبي على الخصوبه. لكن يقال انه عند الذكور ممكن يكون تاثير قليل على الخصوبه لمؤقته، لذلك ممكن عند الزواج ايقافه، وهي عكوسه باغلب الاحيان، ايقافه لفتره محدده 3 اشهر 6 اشهر بيصير حمل وخالصين. يعني عم شوف احد دراسات انه ذكروا في من 19 مريض في 4 منهم صار في عندهم قله خصوبه، 3 منهم صار في حمل، 1 صار بعدين طول اكثر فتره. فلذلك العقم الدائم ما انذكرت بالدراسات حتى الان. الدواء مستخدم باحسن دول العالم من عام 1972 وهو الدواء الخط الاول بالعلاج، وآمن اثناء الحمل باحسن الدول، وباشد اليهود يصابون باشد الانماط لانه هسه التزاوج بيناتهم بين الاقارب اكثر من عنا بكثير، فعندهم اشد الانماط. لم تذكر اي دراسات عالميه بانه بالعكس لازم يتاخذ، لانه ممكن النواب حمر بحر المتوسط تحرض على الاسقاط، فهو موصى فيه اثناء الحمل ما هو مضاد استطباب او مانع من الاستطباب. طيب دكتور، هل في له اضافه لهذا الدواء اللي هو نعم. بيستمر، هل في له نمط غذائي معين ممكن نعم. يكون داعم لهذا الدواء مساعد له، وخصوصا انه نعم. قلت انه عند بعض الاشخاص ممكن بعض المواد الغذائيه تاثر شوي؟ هلا حمية غذائية كبروتوكول معتمد أو موصى به ما في نهائيا، لكن مثل ما حكينا هلا كل الأغذية الضارة بالأطفال بشكل عام هي ضارة بحمى البحر الأبيض المتوسط، ما في غذاء معين ممنوع. إذا قلنا المشروبات الغازية أو المشروبات اللي فيها تلوينات، الأطعمة المحفوظة، هي ضارة لجميع الأطفال، فهي ضارة لحمى البحر الأبيض المتوسط. في حال أنه صار في إسهال ممكن حمية خالية من اللاكتوز، يعني الحليب ومشتقاته، وإيقافها لفترة مؤقتة وإعادتها لاحقا. أما غذاء معين يمكن تجنب سمية الكولشيسين باستخدام بعض الأدوية، تذكر أنه الأرتروميسين مثلا أو السيميتيدين ممكن تسيد اللي استخدم للقرحة الهضمية سابقا أو الإصابات المعدية، ممكن تزيد من سميته شوي للكولشيسين وتأثر على انخفاض الكريات البيض، مو أكثر من هيك. أما حمية كبروتوكول كموصى فيها عالميا ما في هيك شيء إطلاقا. أكيد دكتور، بالختام خلينا نعطي بعض النصائح لكل المشاهدين وخصوصا الأهالي، لأنه عفوا دائما لما نسمع ارتفاع حرارة ولفترات أو ساعات طويلة عند الطفل بيصير في عندهم قلق وخوف. خلينا نحكي أنه لا، مع العلاج والعلاج المستمر والمتابعة ما في قلق وخوف اليوم. مثل ما حكينا علاج بالنسبة لحمى البحر الأبيض المتوسط، لما منعالج يعني أنا بضرب لهم مثل دائما، يعني مريض سكري عم ياخذ أنسولين بشكل دائم ومتعايش مع الموضوع إذا كان مضبوط، كمان مريض الغدي نفس الشيء، فهذا المرض في خلل معين عم نظبط هذا الخلل عن طريق هذا العلاج، فهو ما عنده أي أعراض، ما في أي اختلاطات إذا بنستمر بالعلاج بشكل جيد. النصائح المهمة أنه ننتبه بالنسبة للأعراض، مو من أول نوبة حرارة رح نقول عنده حمى بحر متوسط الطفل. صحيح. القصة العائلية عند الطفل شخص عمره أقل من 20 سنة، يعني مو زلمة عمره 70 سنة جاي بأعراض هلأ بدنا نشخص حمى بحر متوسط، إلا إذا كان في إهمال سابق. فغالبا بين 5 و 15 سنة أعراض متكررة، 3 نوب على الأقل بدها تكون متشابهة بالبداية مع الحرارة. لما بنفحص الطفل ما بنلاقي لا التهاب بلعوم ولا أعراض، ما في شيء بيفسر الحرارة، مع آلام بطنية أو آلام صدرية أو آلام مفصلية أو تورمات ممكن تكون موجهة لأن لهي التشخيص لننتبه له لحتى نشخص باكرا ونسمى العلاج بشكل جيد. والمتابعة الدورية اللي بتكون متقاربة ببدء كل 3 أشهر ممكن نزيدها مع الزمن وما تحتاج، ونوصل لاستقرار المريض بشكل خاص. نعم، يعني معلومات مهمة. بدنا نشكرك دكتور على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها.